كيف يستطيع الأهلي تجاوز أوكلاند سيتي؟ عشان نعرف إزاي لازم نفهم مين هو المنافس اللي احنا هنواجهه. نروح لبلال وأحمد مرة تانية. مرة تانية برحب بيكم في السادسة. تعال نتكلم شوية على أوكلاند سيتي. مش مواجهة أولى بين الأهلي في وأوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم. الفرقتين بيعتبروا أكثر الفرق اللي شاركت في البطولة. أوكلاند برصيد 10 مشاركات والأهلي دي المشاركة الثامنة ليه. لكن في فوارق كبيرة جدا بين نسخة أوكلاند اللي احنا لعبناها ونسخة أوكلاند اللي حققت الميدالية البرونزية في البطولة سنة 2014 والنسخة اللي احنا هنواجهها. تعرف ايه عن اوكلاند سيتي؟ يمكن فريق اوكلاند سيتي طبعا بطل القاره داخل المسابقه المحليه. هو لعب 9 لقاءات السيزون دوت، فاز ب7 لقاءات وتعادل لقاء وخسر لقاء واحد، خسره بنتيجه 3-2. يمكن اللقاء ده كان في شهر 10، يعني ما من فتره بعيده بقاله. اخر 4 مباريات اوكلاند سيتي دخل فيها هدفين بس وما خسرش ولا مباراه. طبعا بيقود الفريق المدرب، يعني هو النيوزيلندي ومعاه الجنسيه الاسبانيه البرت ريرا. مدير فني واعد، عمل معسكر في اسبانيا، يمكن خاض مباراه وديه مع احد فرق الهواة في اسبانيا بيلعب في الدرجه السادسه وخسر بهدف مقابل لا شيء. خاض مباراه اخرى امام تشومبنج هيونداي الكوري وخسر برضو 1-0، ولكن المدير الفني طلع واشاد باللعيبه بتاعته ان هو استفاد جدا من طبعا اللي ظهر قدام حضراتكم على الشاشه وبلال بيتكلم. دي بيانات المدير الفني الاسباني، هو اسباني نيوزيلندي زي ما بلال قال، وحاصل على فكره بالمناسبه على الرخصه بالظبط، اعلى رخصه تدريبيه. ويمكن دي بقى تاخدنا الحاجه ان رغم ان المنافسه في نيوزيلندا يعني تعتبر ضعيفه جدا بالمقارنه بالدوريات الكبيره زي الدوري المصري، يعتبر واحد من الدوريات القويه، ولكن ما فيش حد هنا مهتم ان هو يحصل على الرخصه التدريبيه ديت. الراجل ده طور من نفسه جدا وقدر يحصل على لايسنس ايه، طبعا حاجه كبيره جدا، وتقول ان هو عنده افكار تدريبيه كويسه. زي ما بقول لحضرتك خد مباراتين وديتين خسر الاثنين، وعنده المباراه الاخيره امام السكند تيم بتاع برشلونه. انا شفت الهايلايتس بتاعه المباراه الثانيه بتاعته اللي هي مع جون بوك موتورز البطل كوريا الجنوبيه. تمام. خسر في اخر يعني في اخر دقائق المباراه 1-0 و1-0. طيب احمد تكلمنا طبعا عن بطولاته، يعني احنا دايما متعودين لما بنتكلم على نيوزيلندا والكره في نيوزيلندا مش حاجه عظيمه قوي، لكن هو دايما اوكلاند سيتي هو اللي في صداره المشهد. هو بطولاته طبعا هو حقق 9 مرات بطوله الدوري، حقق 5 مرات بطوله الكاس، طبعا بطوله الدرجه الثانيه ده في الدوري النيوزيلندي الدرجه الثانيه حققها 12 مره. طبعا تشامبيون بتاعت اللي هو اوكيانوسيا هي دي 10 مرات. واعتقد ان دي يعني النادي الاهلي برغم طبعا من ان شايف ان اوكلاند ممكن يكون اتغير تماما عن المواجهه الاولى من النادي الاهلي، لكن اعتقد برضو النادي الاهلي تاريخيا اقوى منه، تاريخيا وحتى فنيا اقوى من نادي اوكلاند بكتير. وكمان النادي الاهلي برضو اعتقد ان تاريخيا مواجهته الاولى برضو النادي الاهلي. انا يمكن يعني لسه ببتدي اذاكر الفريق واحاول اتعرف على ملامحه ومناطق الخطوره فيه، مصادر القوه، نقاط الضعف. لكن دايما كده في انطباع ان نيوزيلندا لياقه بدنيه، يعني بالزبط. يعني عرفت تحس انه التحدي هيكون السمنه نيوزيلندي نيوزيلندي عامله شغل، فتحس دايما حتى يعني الفلاش باك او الانطباع اللي احنا خدناه من مواجهتهم قبل كده انه ان الفرق بتاعتهم دايما عندها سرعات السرعات والقوه البدنيه تقدر تلعب 90 دقيقه واقفه على رجلها، لكن الناحيه المهاريه الناحيه التكتيكيه ما بتبقاش عندهم يعني احسن حاجه. يعني احنا لو هنتكلم اتفضل كمل بس كده. لا لو هنتكلم يعني عن ابرز نجوم الفريق هم مختلفين. بالظبط، عندهم اللاعب ايميليانو تادي، ده فيرويد ارجنتيني عنده 34 سنه، ده هداف الفريق الموسم الماضي، احرز 19 هدف وصنع 4 اهداف، السيزون ده احرز 5 اهداف. عندهم كمان تاكايا لواتا دوت لاعب ياباني عنده 39 سنه، ده الباك الشمال بالظبط، عنده 39 سنه. يمكن معدل الاعمار سواء بالظبط تاكايا او ايميليانو تادي الاثنين عندهم، واحد عنده 39 سنه واحد عنده 34 سنه. عندهم كمان ريان طيب، ده لاعب جزائري مواليد 2004 عنده 18 سنه. وعندهم جيرارد جاريا او جاريجا اللي هو اسباني الجنسيه عنده 29 سنه، ده من اسبانيا. وعندهم كمان احنا اتكلمنا عن تادي ده هداف الفريق. عندهم بقى لاعب نيوزيلندي بيلعب في نص الملعب
اسمه كاميرون هايسون، ده لعيب مميز جدا، احرز السيزون اللي فات احرز 7 اهداف، والسنه دي احرز 5 اهداف زيه زي تادي بالظبط، ده احرز 5 اهداف السيزون ده وتادي احرز 5 اهداف، دول يعتبروا مفاتيح لعب او نقاط القوه في فريق اوكلاند، تادي وكاميرون تايسون الاثنين دول. طريقه اللعب وفلسفه ريرا المدير الفني، يعني هو بتاكيد فريق بطل وواضح انه مهيمن ومسيطر على اوقيانوسيا، يعني دايما هو الممثل الحاضر في بطوله كاس العالم للانديه. هل تعتقد انه بدايه تعرفني على شغل ريرا معاهم بيلعب بطريقه ايه كورتو، وهل تتوقع ان الطريقه والاسلوب والتكتيك اللي بيلعب بيه في اوقيانوسيا وبيلعب فيه في الدوري النيوزيلندي هو اللي ممكن يطبقه في كاس العالم امام الكبار سواء الاهلي او غيره من الانديه ولا لا؟ هو بيلعب بطريقه 4 3 3 طريقه هجوميه، لكن اعتقد ان طريقته في كاس العالم هتختلف تماما لان المنافسين مختلفه. طبعا اعتقد 4 3 3 دي بشرة خير لينا ولا بشرة خير طبعا هي بشرة خير. اتكلمنا عنها الحلقه اللي فاتت وقلنا في الحصانه راحت الحمد لله. فهو يعني بيعتمد على 4 3 3 طبعا، لكن النادي الاهلي اعتقد ان مواجهته امام النادي الاهلي هتختلف في طريقه اللعب، واعتقد ان هو هيعمل برغم ان هم اقوى او اكثر نادي مشاركه في كاس العالم للانديه، لكن النادي الاهلي برضه ليه اسم كبير، ثاني نادي 8 مرات طبعا مشاركه في كاس العالم للانديه، ليه اسم كبير وليه طبعا النادي الاهلي محقق البرونزيه. دي المباراه اللي كنت بكلمكم عليها، دي مباراته في كاتالونيا في برشلونه في مواجهه جون بوك موتورز. لو خدت بالك احنا بص بيلعبوا الكره هجوميه، في كام واحد جوه منطقه الجزاء، هم بيهاجموا اغلب المباريات، فطريقه لعبهم هجوميه طبعا. لكن الدوري النيوزيلندي برضو مع احترامنا ليه دوري اكيد مش قوي زي الدوري المصري او حتى الدوريات الاوروبيه، فانا شايف ان النادي الاهلي افضل فنيا وافضل حتى تاريخيا كمان من نادي اوكلاند سيتي، ويبقى المواجهه بالرغم طبعا مش هقول مواجهه سهله، مفيش مواجهه سهله طبعا في كاس العالم، لكن النادي الاهلي يقدر يعدي اوكلاند سيتي، وانا متفائل على فكره جدا النادي الاهلي ممكن، يعني بالرغم ان انا حب ريال مدريد لكن متفائل النادي الاهلي يعني ان شاء الله هيعدي اوكلاند سيتي ان هو يعمل مفاجاه كبيره وهيقدر. خلينا نتفق برضو انها يعني بطوله مع بطوله مع المجهول. ليه؟ لانه وانت رايح تلعب مثلا في البرونزيه، انا بتكلم على البطولات القريبه يعني اللي هي كانت مع مستر بيتسو موسيماني، وانت رايح تلعب مع الدحيل او رايح تلعب مع الهلال او رايح تلعب مع حتى بالميراس في تاني مره، انت كنت ملاعب بالميراس وعارف عندك بالميراس خلفيه عنه الهلال السعودي مونتري حتى المكسيكي برضو ظاهر قبل كده وتقدر تعرف، لكن بالنسبه لك الكره في نيوزيلندا او حتى بعده ان شاء الله باذن الله لو ربنا كرمنا قدرنا نتجاوز ونلعب مع سياتل ساوندرز، انت بتلعب مع فرق تقريبا مجهوله من دوريات مجهوله احنا لا نعرفها ولا متابعينها ولا 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 شايفينها، فهذه يمكن القصه بس يعني لازم تتحط في الحسبان زي ما بيقول بالظبط. يعني يمكن احنا بندخل المباراه بقى اسبقيه بقى تاريخيه، هي مش كبيره قوي، ولكن احنا جمعتنا مواجهه مع اوكلاند سيتي سنه 2006 وقدرنا نفوز عليهم بهدفين نظيفين طبعا احرزهم محمد ابو تريكا وامادو فلافيو، فيعني احنا اسبقيه معنويه زائد الفروقات الفنيه، احنا نعتبر في نص السيزون، احنا داخلين بعوامل تفوق بدني كبير جدا بالظبط، كيرف الاداء كمان بيعلى بالظبط، وزائد ان الكواليتي اللعيبه والمدرب وكل حاجه ان شاء الله في مصلحه النادي الاهلي وفي صف النادي الاهلي، فان شاء الله عندنا وكمان دافع زي ما حضرتك قلت كده ان انت عايز توصل، ودي على فكره من خلال بقى لعيبه النادي الاهلي وجهاز كله حاطط دافع مواجهه ريال مدريد، دافع كبير جدا. احنا داخلين نلعب على ميداليه، داخلين نلعب على زي ما حضرتك قلت ان ليه لا نروح المباراه النهائيه، ولكن لما يكون في الطريق كده حاجه انت عايز توصل لها، حاجه اضافيه، حافز اضافي، مواجهه ريال مدريد حلم لاي لاعب في العالم، خلينا نتفق مواجهه ريال مدريد في مباراه رسميه.